وداعا للتوك توك وأهلا بالميني فان. هذا ما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء فيه في برنامج لاستبدال وأحلال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة ليحل محلها التاكسي الأبيض. وأكد مدبولي على أن البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال البرنامج. فهناك وفقا لما قاله وزير المالية وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج. ووجه مدبولي بضرورة البدء في تحويل خطوط إنتاجهم للسيارات المينيفان على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات التوك توك تمهيدا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال. فالتوك توك له العديد من المشاكل، يعمل بلا ضابط أو رابط ويستبيح الشارع ويتسبب في وقوع مشكلات كثيرة جدا، منها حوادث السرقة والقتل. وبرغم أنه وفر فرص عمل، لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى فوضى كبيرة، خاصة أن أعداد التوك توك لا تزال تتزايد كل يوم حتى وصل إلى 3 ملايين مركبة، وساهم في زيادة معدلات الجريمة لكونه مركبات غير مرخصة ويستخدمه البعض في الأعمال الخارجة عن القانون. وبهذا نقول وداعا للتوك توك ومشاكله.